الجلال وال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والفلسطينيين ينتفضون من أجل أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، هذا الشعب العظيم الذي نفتخر ونعتز ونتباهى به بكل تأكيد. أحببنا الكرام، حلقة جديدة في يوم مبارك أدام الله علينا وعليكم، ونسأل الله في هذا اليوم المبارك أن كما إخواننا وأهلنا في القدس وفي فلسطين يجتمعون على قلب رجل واحد، بأن نجتمع نحن وأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر محررين هذا الأقصى وهذا القدس من دنس الاحتلال الصهيوني بإذن الله تعالى. أحببنا الكرام، رغم الظروف اللي بتمر في فلسطين، رغم الأحداث اللي بتمر فيها فلسطين، رغم أنتم بتشوفوا قديش كل يوم شهيد في فلسطين من عدي التميمي وقبله أدهم نابلسي وغيرهم من الشهداء الشباب الأبطال الذين يقدمون أرواحهم فدا لفلسطين، رغم هذه الظروف التي تمر والمأساة التي تمر فيها فلسطين، إلى أننا نفتخر ونعتز بأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. هؤلاء الناس اللي ضحوا وطابروا من أجل فلسطين بكل تأكيد، وما زالوا هم أصحاب مقولة نحن مع فلسطين ظالمة مظلومة. طبعا شفنا أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر أحبابنا الكرام بالبداية، إذا أنت بتحب من فلسطين بتدعم أهل فلسطين وبتشهد على المحبة ما بين الشعب الجزائري والفلسطيني، ادعمنا هاي الحلقة بلايك وشير، وحطنا لايك الآن وشارك هاي الحلقة مع الأصدقاء لنفرجيكم كيف قوة وحماس وحب الشعب الفلسطيني للشعب الجزائري. طبعا كل هاتنا بنعرف ماذا فعلت الجزائر في الأيام السابقة من توحيدها للصفوف الفلسطينية وتوحيدها للفصائل الفلسطينية وإتمام المصالح الفلسطينية على خير، وهذا ليس بجديد على أهلنا وشعبنا في الجزائر بأنها تقف مع فلسطين في جميع المحافل الاجتماعية والرياضية والسياسية، بل هي دوما وأبدا واقفة بجانب فلسطين وداعمة وسند قوي لفلسطين بكل تأكيد. اليوم احنا بنعرف نحن على موعد مع واحد في الشهر المقبل، واليوم واحد من شهر المقبل، وهو اجتماع القمة العربية بكل تأكيد، والجزائر قد حققت إنجاز عظيم وهي توحيد الصف الفلسطيني، وهذا سيكون لها إنجاز في القمة العربية. احنا بنعرف ان القمة العربية رح تعقد ان شاء الله بإذن الله تعالى في اول الشهر المقبل، وستعقد في دولة الجزائر. عارفين الجزائر اول شغل عملتها ايش هي؟ حطت مجسم كبير للقدس على باب القمة العربية. يا الله يا الله، ما اجمل الجزائر وما أروعها في تصرفاتها وفي مبادئها المشرفة الذي يفتخر بها الشعب الفلسطيني، والذي لازلنا والله مهما نقول بحق أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر فلن نوفيهم حقوقهم، فهم تيجان فوق رؤوسنا ووسام شرف على صدرنا. فصنعوا وحطوا مجسم القدس على باب القمة العربية ليثبتوا للعالم أجمع، وخاصة للعالم العربي الذي طبع مع بني الصهيون والغير مطبع، يعني لأنه سيكون حاضر في هذا القمة العربية الدول المطبعة والغير مطبعة، يعني بكل تأكيد لأن هذه القمة العربية بكل تأكيد، فهي بدها تثبت للعالم العربي والشرق الأوسط بالتحديد بأن هدف كل العرب لازم يكون هو تحرير هذا المجسم، تحرير هذه القدس، تحرير هذه الأقصى. بنشوف سبحان الله قاعدين شهداء بيقدموا أرواحهم عشان القدس، فهذا شيء بسيط لازم يكون في نظر الدول أنها تخاف وتضحي، انها تخاف وتضحي عشان القدس، انها تخاف على القدس، انها تخاف على الاقصى. الاقصى بس مش بس للفلسطينيين، الاقصى لكل العرب، الاقصى لكل اصحاب الدمار الحية. فعشان هيك عن جد لازم نكون صحيين، لازم نكون واعيين بان الاحتلال الصهيوني لابد ان يأتي يوم علي ويزول من هذه الاراضي الفلسطينية المحتلة. احبابنا الكرام، فمن هذا المنطلق نقول للجزائر شعبا وحكومة وقيادة، نقول للرئيس عبد المجيد تبون الذي اصر على هذا الاقتراح بأن يضع مجسم القدس على باب القمة العربية، نقول له ألف شكر وألف سلام أيها الرئيس العظيم، ألف شكر وألف محبة وألف تقدير أيها الرئيس العظيم. كم نفتخر، كم نعتز، كم نتباهى بهذا الرئيس الذي لا سيما والله 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 هو بمثابة بكل تأكيد مثابة رجل عظيم في زمن ماتت فيه الضمائر العربية، ولكن ما زال هو صاحب الضمير الحي، صاحب المبدأ الجميل،
صاحب الإحساس الجميل وصاحب الكلمة الحق اتجاه القضية الفلسطينية عبد المجيد تبون، حفظك الله ورعاك. والله والله ما يفعلونه أهلنا في الجزائر يجعل قلوبنا بإذن الله يعني صابرة ومحتسبة لما يحصل في فلسطين. بنقولكم ما بتشوفوش انتوا ايش بيصير في فلسطين، واكيد شايفين وبتسمع على الشاشات، لكن والله ما يفعله اهلنا وشعبنا في الجزائر فهو يطيب خاطر الفلسطينيين. نعرف ان ما زال هناك اناس محافظين على القضية الفلسطينية، ونحن نفتخر بكم شعب الجزائر العظيم، ونتباهى ونعتز بكم، ونسأل الله تعالى ان يوفقنا ويوفقكم ونوفق دربكم ودربنا باذن الله تعالى، وان يجعلنا باذن الله ان نجتمع كما جمعنا في دنيا فاني ان نجتمع في باحات المسجد الاقصى محررينها من دنس الاحتلال قائلين الله اكبر الله اكبر الله اكبر قد تحررت فلسطين. ما تفعله الجزائر هذا فخر عظيم للفلسطينيين. اجعلنا نتباهى بانفسنا، نعتز بانفسنا، ونعتز ونتباهى باهلنا وشعبنا في الجزائر. يجعلنا نعرف ان قضيتنا قضية حق بكل تأكيد، ونحن عارفين لهذا الكلام. نسأل الله التوفيق لنا ولكم احبابنا الكرام. شكرا للجزائر، شكرا عبد المجيد تبون. اللي هنا احبابنا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونحن متأكدين تماما وثقتنا عالية بأهلنا بالجزائر، وستبقى ثقتنا عالية بأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. فصلى الله التوفيق لأهل في الجزائر، نسأل الله أن يعم الأمن والأمان. نحن عارفين تماما بأن القدس ستحرر بيد الجزائريين وبيد جيش الجزائر العظيم بإذن الله تعالى، وجيش صلاح الدين الأيوبي سينتفض ويقوم من داخل الجزائر بإذن الله تعالى. إلى هنا أحبابنا الكرام وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أسأل الله التوفيق لنا ولكم. إذا أنتم تحبوا فلسطين ادعمنا هذه الحلقة، أتمنى شير ولايك، هل جيت انزل اعمل لايك ليش نستمر، وإن شاء الله نسأل الله أن يحميكم وأن يرعاكم وأن يحفظكم وأن يعم علينا وعليكم الأمن والأمان أحبابنا الكرام في كل مكان. كل تحية لكم، عاشت القدس وعاشت الجزائر وعاشت فلسطين. كان معكم الفلسطيني حسام الحاج، بأمان الله والسلام عليكم.